على هذا الأساس، هذا البعد الثقافي، على هذا الأساس لابد أن يلتفت أننا عندما نقول حجية مرادنا من الحجية مو المطابقة للواقع، وإنما المراد من الحجية ماذا؟ ها؟ أنه هناك منهج أو لا يوجد هناك ماذا؟ منهج. بس قد يقول لي قائل سيدنا هذا من عندك، أنا إنما أذكر كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حتى أخرج كما يقولون من وحشة الوحدة مولانا، وإلا لا أكو حاجة إلى أن نذكر كلمات الأعلام، لأنه معتقدين إحنا بكلامنا أنه صحيح كما نعتقد، اللي يوافقنا يوافق واللي يوافق وفقهم الله. في اقتصادنا صفحة 403 يقول: ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن يقدموا صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام. طبعا هذا من باب المثال، أن يقدموا صورا متختلفة للمذهب العبادي في الإسلام، للمذهب الاجتماعي في الإسلام، للمذهب السياسي في الإسلام، للمذهب المالي في الإسلام. ممكن لو ممكن، هذا من باب المثال، لأنه ده يتكلم ماذا في الاقتصاد، يقول للمذهب الاقتصادي. إذن ممكن أن نوعدنا إحنا فلاسفة أو مجتهدين متعددين يقدمون رؤية سياسية واحدة أو عدة رؤى سياسية. ها؟ سؤال: إذا قدموا عدة رؤى سياسية كلها حجة وكلها لا اعتبار بها؟ يقول: تبعا لاختلاف اجتهاداتهم وتعتبر، خلوا ذهنكم عند هاي العبارات، وتعتبر كل تلك الصور إسلامية. عجيب. إذا كان المراد من الاجتهاد المطابقة للواقع، يعقل أن تكون كل الصور إسلامية؟ محال، لأن الواقع الاقتصادي والمذهب الاقتصادي الواقع واحد لو متعدد، وكيف يمكن تكون له أفهام وكلها إسلامية؟ الجواب يقول: لأنه إحنا مو مقصودنا المطابقة، مقصودنا أنه الاجتهاد مسموح به ضمن الآليات الموجودة. فإذا اجتهد ضمن الآليات الموجودة أو أوجد لنفسه آلية، فالصورة تكون صورة ماذا؟ تكون صورة إسلامية، لأنها تعبر عن ممارسة عملية، عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرها ووضع لها مناهجها وقواعدها، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعا. إذن كل صورة وكل قراءة سوف تكون إسلامية بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط أن تكون ناتجة عن اجتهاد ممنهج مقبول في الشريعة، لا أن الشريعة تقول لا أريد هذا الطريق. أضرب لك مثال، الشارع يقول على سبيل المثال: رسول الله جاءنا وقال إذا أردتم أن تفهموا كلام ربنا ترى هكذا افهموا بهذا الطريق أليف، يعني يفسر بعضه ماذا؟ بعض. على سبيل المثال قبلنا هاي النظرية. هسه واحد يجي يقول: لا صحيح صاحب الشريعة يقول هاي الطريقة لفهم كتاب الله، بس أنا ما أريد أعتمد هاي الطريقة. يقول له: بعد هذا اجتهاد، ولكن اجتهاد أجازه الشارع أو رفضه الشارع؟ رفضه، قال مو هذا طريقي لفهم كلامي، أنا دا أعطي طريقة لفهم كلامي، أنت مو من حقك أن تخرج عنها. ولهذا تجدون علماء الأصول دائما عندما يقولون حكومة ورود إطلاق تقييد عموم خصوص، هذه كلها يحاولون أن يجدون شواهدها منين؟ إما شواهدها من الشرع، وإما من العقلاء المنظى ماذا؟ من الشرع. لماذا؟ لأنه يريد يجتهد في كلام الشرع. إذن قواعد منين لابد يأخذها؟ من هذا الشارع كيف يتكلم؟ بقطع النظر أن تكون بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام، لا علاقة لنا أنها مطابقة أو ماذا؟ أو مخالفة، وإنما نحن ندور مدار أنها مسموحة مجازة أو غير مجازة. في صفحة 415 أيضا من الكتاب عند عبارة لعله أوضح من هذا، يقول: ف
فقد مر بنا أن اكتشاف المذهب الاقتصادي يتم خلال عملية اجتهاد في فهم النصوص وتنسيقها والتوفيق بين مدلولاتها في اطراد واحد، وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع. يعني تعدد شنو؟ هسه احنا في زماننا سميناها تعدد شنو؟ وأنا بالأمس أشرت قلت للإخوة الأفضل أن ما نستعمل ماذا؟ هذه الاصطلاحات، لا لانه عندنا عداء ويا اللفظ، لا لانه هذه الالفاظ الها ماذا؟ الها موروثها الثقافي في ثقافات اخرى. مو عندنا مشكله، نعم انت تعال عين القراءه، تعريف القراءه عندك اين؟ عند ذلك يصير مشترك لفظي بين هذا وذا. خم يا اخي افضل من هذا، انطيها في اصطلاح جديد عندك، لماذا انت تحمل نفسك موروث ثقافه اخرى؟ حتى يقولوا لك مولانا شنو؟ لا هواي هذا متعصر الحق والانصاف، هواي مثقف، هواي مثقف فقط، ولا ماكو شيء. تعال انت ضع لنفسك اسسك الفكريه والثقافيه. قال تبعا لاختلاف المجتهدين، التفتوا الى العابه هاي، خلوا خط تحت كما يقال كم مكان. تبعا يقول ان الاجتهاد يختلف ويتنوع تبعا لاختلاف المجتهدين في طريقة فهمهم للنصوص، لأن كل مجتهد علم عنده ماذا؟ طريقة. ما معنى الطريقة؟ يعني عنده منهجه الخاص بفهم النص. إذن الذي يحق له أن يقدم قراءة الذي يكون عنده ماذا؟ منهج مستدل عليه في فهم ماذا؟ في فهم النص الشرعي، وعلاج للتناقضات، وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بينها، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونها. كما عرفنا أيضا أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة ووفقا للشروط العامة التي لا يجوز اجتهاده. هذه المنهجية التي نقولها. وكذلك عبارة أخرى عنده في صفحة 418، فالاجتهاد إذن عملية، عندنا وقت، فالاجتهاد إذن عملية معقدة تواجه الشكوك من كل جانب، ومهما كانت نتيجته، نتيجة الاجتهاد راجحة في رأي المجتهد. يعني حتى لو آمن أنها 100% أنها شنو؟ مطابقة للواقع. التفت إلى تعبير السيد الشهيد، هذا ما دي يتكلم عنه بعنوانه في المحور الثاني، دي يتكلم عنه وهو وين؟ في الثالث، يعني في فلسفة العلم. يقول ومهما كانت نتيجته راجحة في رأي المجتهد فهو لا يجزم بصحتها في الواقع. يعني من حقه أن يجزم أو ليس من حقه؟ الجواب وين مو من حقه؟ يا مرحلة، في المرحلة الثالثة، ولا في المرحلة الثانية إذا ما يجزم لعد شلون يفتي الناس؟ إذا أنا ما جازم بفتواي بيني وبين الله أو برأيي العقائدي أو برأيي العلمي، أستطيع أن أقول للناس؟ إضلال للناس، لأنه أنا شاك فيه. نعم، بنحو أني أيضا أعرف فلسفة العلم، أقول يقين عندي أنه هاي الألف مسألة اللي أنا أفتيت بيها، يقين عندي لعله 200 مسألة من أجل مو مطابقة للواقع. ولكن هذا أين أقوله؟ في المحور الثالث. أما في المحور الثاني لو أضع يدي على أي مسألة مسألة أقول يقينا هذا هو حكم ماذا؟ هذا هو حكم الشارع. ما أدري واضح ولا؟ قال لا يجزم بصحتها في الواقع ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها. هسه إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحيحا، أو لخطأ في فهمه للنص، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوص أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو عاثت بها القرون. يقول فيشكل هنا، يقول وهذا لازمه إذن انغلاق باب الاجتهاد. يقول لا، هذه ده نتكلم، أنا ده أبين كلام السيد الشهيد، يقول ده نتكلم في المرحلة الثالثة مو في المرحلة، في المرحلة الثانية كل يعتقد أن هذا النص الذي بيده صحيح، وأن ما فهمه من النص صحيح، وأنه يوجد نص معارض له لا،
وأنه جمع بينه وبين النصوص الأخرى بشكل صحيح، هذا كله جازم به. ولا بمجرد هسه أنا ما أقول جازم، مرادي الجزم العرفي، ها يعني العقلائي، يعني الاطمئنان، وإلا لم يقل أحد بأنه نريد اليقين المنطقي الأعلى ذاك أبدا. ما أدري واضح هذه القضية؟ إذن على هذا الأساس تصريحات واضحة في هذا المجال من السيد الشهيد.